قانون جديد عادل للعمل، قانون لصالح العمال. هم يسمعوا، خلينا نفكرهم ان القانون اللي بيحكم دلوقتي قانون هو قانون العمل 12 لسنة 2003. القانون ده كان مشروع منذ نهاية الثمانينات وما قدروش يمرروه في مجلس الشعب الا في سنة 2003، وتحديدا اثناء الحرب على العراق، وكل الشعوب العربية والشعب المصري مشغول بالحرب على العراق. برلمان فتح سرور وحسني مبارك اصدر القانون في غفلة من نواب الحزب الوطني. هذا القانون اللي فتح الباب للخصخصة وتشريد العمال، فتح الباب للفصل التعسفي، فتح الباب للعمالة المؤقتة اللي هي عمالة الصخرة، فتح الباب لسلطة مطلقة لرجال الأعمال وسيف مسلط على رقاب العمال. هذا القانون الظالم لازم يسقط. العمال بيناقشوا النهاردة قانون بديل يضمن الحد الأدنى للأجور، ويضمن التأمينات الاجتماعية، ويضمن عدم خصخصة الشركات واسترداد الشركات اللي تم خصخصتها، بيضمن الأمان الوظيفي وعدم وجود عمالة مؤقتة وتعيين كافة العمال بعقود عمل عادلة. قانون جديد يضمن علاقات عمل عادلة. العمال هيقدموه النهاردة المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة، لكن الحملة هتستمر وحتروح إلى مواقع العمل في المناطق الصناعية الجديدة والمناطق الصناعية القديمة لشرحه وتقديمه من كل عمال مصر لإصداره. وبنرفض قانون رجال الأعمال، قانون مبارك اللي هو قانون العمل 12 لسنة 2003.